المستمع تاج الدين بدال يسأل ويقول: هل قراءة سورة الفاتحة في الصلاة بدون البسملة تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لأن البسملة على الصحيح ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة يستحب أن تقرأ قبل كل سورة ما عدا براءة، فهي آية مستقلة يستحب أن تقرأ قبل كل سورة ما عدا براءة وليست من الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة فإن صلاته صحيح، قرأ الفاتحة بدون بسم الله الرحمن الرحيم فإن صلاته صحيحة على القول الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.